خاتمة اليقينيات أن تعلم أن الله جل وعلا خلق الخلق وهو يعلم أن دأبهم التقصير والخطايا والذنوب. فقال الله جل وعلا عن عباده: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فشرع الله لهم الاستغفار وشرع لهم كثيرا من الأعمال الصالحة التي يسدون بها الخلل ويورون بها النقص ويزدادون بها أجرا ويتقربون بها إلى الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن من الذنوب. وأخبر أن تقبيل الحجر الأسود ومسحه يحط الخطايا حطا. وأخبر الله جل وعلا أن الحمى إذا أصابت الإنسان وأصاب وبلغت منه مبلغا وصبر عليها أنها تحط ذنوبه، إلى غير ذلك مما كتبه الله وشرعه حتى يتلافى به العباد ما يعتريهم من نقص. وكل بني آدم خطاء كما قال صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. فإن من تأمل القرآن والسنة وجد أن الله جل وعلا وعد عباده الصالحين بأمور منها، أولها أن الله جل وعلا يتولاهم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا تولاك الله لن يصيبك شيء يضرك في دنياك وآخرتك إلا شيء من ورائه منفعة لك من حيث لا تدري، لأن ولاية الله جل وعلا سد منيع وعطايا عظيمة لا يبلغها أحد. والإنسان إذا تولاه الله تبارك وتعالى أعظم ما يرزق التوفيق. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. والمقصود من هذه الأربع أو غيرها أو كلها، المقصود بها التوفيق الذي يناله العبد من ربه تبارك وتعالى. وأنت ترى ممن حولك من الناس ممن رزقهم الله جل وعلا الكثير من التوفيق، لأن الله تبارك وتعالى تولاهم بولايته. العطية الثانية من الله أن الله جل وعلا يجعل العبد الصالح مقبولا محبوبا في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يقول جبريل لأهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يكتب الله جل وعلا له القبول فيحبه أهل الأرض. وهذا من أعظم العطايا. والمؤمن الحق يألف ويؤلف وينقاد ويسمع ويطيع ويأخذ ويمنع ويعيش مع الناس حياتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشها وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. كما أن من عطايا الرب تبارك وتعالى لعباده الصالحين التثبيت، فإن الإنسان في طريقه إلى الله لن يسلم من نزغات الشيطان. يأتيك الشيطان فيشككك في الدين الذي أنت فيه، يشككك في الرب الذي تعبده والرسول الذي أرسل إليه والعمل الصالح الذي تفعله والأئمة الذين تقتدي بهم. هذا لا بد منه، ولا يرد ذلك إلا الاستعاذة واللجوء إلى الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا يخلو إنسان من نزغات تأتيه ووساوس تعتريه ليس لها إلا الاستعاذة بالرب تبارك وتعالى. فإذا أراد الله به خيرا ثبته على الصلاح، ووقاه الله جل وعلا شر نزغات وإثم الوساوس. وأنت يا أخي قد تخرج من هذه المحاضرة فيأتيك الشيطان من قبل أو من بعد ينزغ يوسوس، كلنا ذلك الرجل. فالإنسان في مثل هذه الحالات إن كان عبدا صالحا له عمل صالح له نية صادقة له ما له عند الله جل وعلا يأتيه التثبيت من الله، إما أن يفتح المذياع فيسمع آيات يثبته الله جل وعلا بها، وإما أن يلقى أخا مبارك يخبره بحديث سمعه لتوه، وإما أن يفتح كتابا فيقرأ فيه ما يثبته ويدل على صراط الله المستقيم، أو يجد أخا يحمله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. ولن يعدم أمرا يثبته الله جل وعلا به إن صدقت نيته وخلصت سريرته وصلح أمره وأذعن لربه تبارك وتعالى. مما يرزقه العبد الصالح قبل مماته أن الملائكة تأتيه في أحوج اللحظات التي يكون فيها قريبا من الله. والإنسان أيامه الأخيرة خلاصة لأيامه كلها، لا يظهر فيها إلا ما كان الإنسان منكبا عليه منشرح الصدر له يريده بقلبه وجوارحه
يظهر في لحظاته الأخيرة، فيوفق لقول الشهادة أينما كان مكانه وحيثما حل زمانه. أما إن كان والعياذ بالله ليس له من العمل الصالح ولا من الطاعة ولا من اليقينيات شيء، فهو إلى الخذلان أقرب منه إلى التوفيق، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال الرب تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا أيها المؤمنون ما تهيأ إراده، وفقنا الله جل وعلا إلى قوله: فإن وجدت فيه خيرا فاقبله، وإن وجدت فيه نقصا فسده.